شوف لي يا حمزة، شوف لي هذا عاد شحال كيتباع عند المحلات الاخرى. نوردين نوردين حمزة، شوفوا لي هذا المنتوج شحال كيتباع. عطيني هذاك حسن، عطيني هذاك علاش راه كاين هذا بحال هذا شوف لي بشحال هذه كتباع في هذا المحل، كتباع ب 90 درهم للناس. انت كتقول 75 درهم، انت كتبيعها ب 90 درهم، علاش؟ خلاص هذا الشيء ماشي معقول وغادي تخرب ضدك الاجراءات القانونيه. خويا المعني بالامر كيقول بانه كان كياخذها من عندك ب 70 درهم. اييه كنبيعها ب 70 درهم. اها كنبيعها ب 70 درهم، كنت كنشريها ب 65، كنت كنبيعها ب 70 درهم. دابا شريتها ب 85. خوك راه دابا هو السيد هذا تيقول بانه كان كيشريها من عندك انت ب 70 درهم. كانت ب 70 درهم قبل كورونا. قبل كورونا واحد ثلاثة شهور ولا أربعة. لا ما كايناش ثلاثة شهور. الله يخليك غادي تطبق وحقك الإجراءات القانونية. وما تستغلوش هذه الأزمة ديال كورونا وتزيدوا على عباد الله. ما كاين الزيادة. هذه الحكومة تستغلوا هذه. ما يخليك شريتي. شريتي. هذه 90 درهم. المحلات الاخرين كيبيعوا ب 70 درهم. هذيك راه 85 باش تخلص. علاش زايده؟ هذيك الفاكتورة. عطيني الفاكتورة باش. شحال كتشرى؟ شحال كتباع هذه؟ هذاك السيد اللي شرى. شحال كتشرو هذه يا سيدي؟ شحال؟ 70 درهم. 70 درهم. هذا السيد باعها لكم؟ انا ب 90 درهم. 90 درهم. علاش؟ 85 باش نخلص انا. كتباع ب 70 درهم وكتباع ب 90 درهم. عاد من شريتها ب 70 درهم. كنت كنبيع ب 70 درهم، دابا راه مخايده انا ب 75 درهم. الغالية ما تشدهاش. الحكومة تستغلوا هاد الأزمة وتزيدوا الأسعار. جيب البطاقة ديالك غادي تاخذوا بحقك الإجراءات اللازمة. المنتوج دير عليه اللائحة ديالو، معقول ديالو. وتشهر على كل ما هنا مع القشر على الزبون إلا قال لك عندي الفاكتور عطيها ليه راه خويا باش تعرف كيفاش 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 تعرف المعلومات ديالك راه ضروريه. هذا بيريمي هذا المده ديال الصلاحيه ديالو راه منتهيه. اسكو شونجمون كليماتيك اسكونا الى خلق خليه للدعم النفسي عن كوفيد 19 لتقدير المواطنين ومصاحبتهم خلال هذه الازمه التي خلقها فيروس كورونا المستجد. التفكير في هذه الخليه هو جاء نتيجه لمجموعه الضغوطات اللي واجهها المواطنين المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.